السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة جديدة اللي غادي نوجدوا بها الدنجال بمشرمل بواحد الطريقة اللي هي اكثر من رائعة. فغادي نحتاجوا واحد 3 ديال الدنجالات، عندي الفلفلة قرعة خضراء او الكوسة، وعندي الثومة. بالنسبة لهذه الوصفة هذه وللأمانة فأنا خديتها من قناة عالم خليجة، فهي هذه القناة هذه عندها يعني وصفات رائعة جدا وزوينة ولذيذة. أنا جربت شحال من وصفة منها ومن بينهم هذه الوصفة هذه اللي حبيت نتقاسمها معكم. وغنخلي لكم الرابط ديال القناة ديالها أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. بالنسبة للقنوات الصغرى اللي عندها شي وصفة وبغاتني نقدمها، فما عليها إلا تخلي لي الرابط ديال الفيديو أسفل هذا الفيديو هذا في تعليق، وغادي نختار الوصفات اللي هي يعني نجربها وتصدق معايا وغادي نتقاسمها معاكم. وبطبيعه الحال غادي ندير واحد الدعم للقنوات الصغرى. بالنسبه للخضر هنا بعد ما قطعتها فانا كنبدا بالفلفله والقرعه الخضراء، كنقطعهم على هذا الشكل هذا، ثم غادي نضيف الدنجال اللي تاهو قطعته قطع صغيره، ماشي صغيره بزاف وماشي كبيره، على هذا الشكل. كنعاود نكرر بالنسبه للاخوات اللي عندهم قنوات صغرى، فما عليكم الا تخليوا لي فيديوهاتكم اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. هنا غادي نضيف زيت الزيتون اللي هو منسم بالزعتر وبالفلفله الحاره السودانيه. طبيعه الحال الا عندكم زيت زيتون عاديه فما عليكم الا تضيفوا معها شويه ديال الزعتر تحكوه وشويه ديال السودانيه غبره. هنا غادي نضيف الملح وغادي نخلط مزيان. من قبل انا وضعت الفرن كيسخن على اعلى درجه حراره من الفوق ومن التحت، فهنا كنلبسو مزيان هاد الخضار بالزيت الزيتون وبالملح. ثم غادي نجيب واحد اللاطه اللي غادي نفرش فيها ورق الخبز، وغادي نوضع فيها الخضار. كنستف فيها الخضار كنبسطوها، وغادي ندخلها للفرن واحد 15 دقيقه كتكون يعني طايبه، ما نخليوهاش حتى تحرق يعني ما تطيبش بزاف. غادي ندخلها الفرن طيب ونرجع معكم. في الوقت اللي الخضار ديالنا كتوجد في الفران فانا خديت واحد المقلاه وضعتها فوق نار هادئه، غادي نضيف ليها كميه من زيت الزيتون ما يعادل واحد الملعقه صغيره فقط. ثم غادي ناخذ واحد 3 ديال الفصوص من الثوم، عندي هنا 3 ديال الفصوص من الثوم اللي كنقوم يعني كنطحنوهم على هذا الشكل هذا. ممكن انكم تقطعوهم بسكين رقاق او لا تحكوهم. غادي نجيب واحد الملعقه خشبيه غادي نحركو بها، كنضيف الملح حسب الذوق، واحد الرشه من الملح لان بطبيعه الحال الخضار سبق لي وضعت فيها الملح. غادي نخليها كتشحر حتى كتطلق المذاق ديالها في الزيت. ثم غادي نجيب عندي صلصه الطماطم اللي حضرتها من قبل، انا هنا غنجيب الطماطم، عندي هنا مطيشه اللي طيبتها وصفيتها. فإلا ما عندكمش ما عليكم الا تحكوا واحد جوج مطيشات كبار وتصفيوهم من الزريعه وتوضعوهم كيتشحروا. كنشحروا الطماطم مع زيت الزيتون، ثم غادي نضيف التوابل،
غادي ناخد واحد نصف ملعقه من البابريكا او التحميره، نصف ملعقه من الكمون، شويه ديال الزنجبيل القليل جدا، قليل من الفلفل الاسود، وغادي نضيف قليل من الكركم او الخرقوم البلدي. وبطبيعه الحال الى عندكم القزبر اليابس ضيفوه، انا ما موجودش معايا، الى عندكم القزبر اليابس ضيفوه كيتواتم مزيان مع الدنجال. وغادي نخلي هاد التوابل كتشحر مع مطيشه والثومه، ثم غادي نضيف كميه من الزيتون الاسود. فالسر في هاد الدنجال مشرمل بالزيتون الاسود كيجي رائع فعلا، كيجي المذاق ديالو رائع جدا، كيعطي واحد الاضافه للشرموله ديال الدنجال او الزعلوك، فكيجي لذيذ بزاف، المذاق ديالو كيجي مختلف على المعتاد. ثم هنا بعد ما طابت الخضر كما كتشوفوا معايا هي باقه ساخنه، كنبدا كنوضعها في الصلصه. نستمر حتى نوضع الكمية اللي عندي كاملة. ثم كنحركو هكا جميع المكونات غير شوية، باش كيبقى الدنجال كيبقى صاين والخضر كتبقى واخده يعني الشكل ديالها، ما كتعجنش، باش كنعطيو واحد يعني واحد المنظر زوين للطبق ديالنا في التقديم. كنحركو غير بشويه هكا وتنخليو هداكشي كيتشحر على عافيه مهيله غير شي شويه، واحد جوج ديال الدقائق حتى لثلاثه ديال الدقائق فقط، لان كل الخضر كلها طيبه، وكذلك الصلصه ديال الطماطم حتى هي راهي طيبه. وفي الاخير كنضيف واحد الملعقه من زيت الزيتون، وغادي نحرك شويه، وثم غادي نوضعه في صحن تقديم. تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا بعد ما وجدناه، ونعاود نذكركم البنات بان قناه عالم خديجه هي قناه عندي كتمتاز بوصفات اللي هي رائعه جدا، نتمنى انكم تدخلوا القناه ديالها تشوفوا الوصفات ديالها وغادي تعجبكم بالتاكيد. كان هذا هو الطبق ديالنا، الدنجال مشرمل بالزيتون الاسود والفلفله والقرعه الخضراء بطريقه لذيذه. فانا هنا غنضيف فيه قليل من الزعتر، كنحك عليها هكا قليل من الزعتر، ممكن تضيفوا البقدونس مفروم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، طبيعه الحال الى عجبتكم ما تساونيش من لايك، ولا كنتو جداد على القناه ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه، تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى اللقاء.